ملف الآخر، ملف قانون سانت ليغو والتصويت على هذا القانون اللي ما زال هناك اعتراضات شعبية عليه. أنتم ما هو موقفكم أستاذ علي؟ يعني موقفنا واضح وأعلناه صراحة، أنه إحنا من جملة السادة النواب الزملاء المعارضين لقانون سانت ليغو. نعم. أعتقد أنه هذا يعني ذهبنا إلى الوراء. اليوم أعتقد التقدم خطوة إلى الأمام هو الأفضل من الرجوع إلى الوراء. كثير هنالك آراء لكثير من الكتل، احنا باعتبار انه نزلنا مرشحين منفردين مستقلين نؤيد انه البقاء على يعني الدوائر المتعددة. ممكن انه كان هنالك اكثر من اجتماع قبل مع النواب المستقلين والكتل الناشئة في مجلس النواب، انه كان رأي انه نمضي باتجاه مجالس المحافظات تكون دوائر متعددة، ومجلس النواب يذهب إلى الدائرة المفتوحة لأنه ينطي مجال لعضو مجلس النواب يمثل محافظته. والآن إحنا نعمل حقيقة، عملنا كنواب عن محافظة وليس عن دائرة، وبالتالي تجد أنه كل يعني خلينا الأخوة من محافظة البصرة اللي أنه عندهم مشاكل عندهم طلبات جاءت تأتينا من كل أقضية والنواحي. لا يمكن أنه تقزيم مجلس النواب في دائرة، لكن إحنا كانتخابات مجالس المحافظة يجب أن يكون عضو مجلس محافظة ممثل عن دائرته وليس ممثلا عن المحافظة. كان هنالك رأي، لكنه الكتل السياسية كبيرة مضت بأنه رغم معارضة الكتل الناشئة والمستقلين حول أنه توجه إلى إعلان أو التصويت على المحافظة تكون دائرة مفتوح. أعتقد قانون سانت ليغو راح يسبب كثير من المشكلات في العملية الانتخابية القادمة، لكن نأمل يعني إعادة النظر بعد التصويت. أكو شكوى حقيقة من السادة النواب المستقلين في المحكمة الاتحادية في الطعن في دستورية جلسة التصويت، وأعتقد هذا القرار راح إنه يكون الرأي الفاصل للمحكمة الاتحادية. تعرفين قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع السلطات. فاليوم احنا واقعا من جملة السادة النواب المعارضين لقانون سانت ليغو، انا لم احضر الجلسة ابدا ولم اصوت، وانه كان انه رأيي احترام الجمهوري ابقى بانه استقلاليتي واحافظ على انه يجب ان يكون هنالك رأي للنواب المستقلين في مجلس النواب وعدم المضي فقط لإرادة الكتل السياسية الكبيرة. يعني رغم ذلك التصويت وعدم الموافقة والتأييد من قبل بعض الكتل السياسية والنواب، هل تعتقد أنه الانتخابات المحلية ستجري في موعدها المقرر؟ يقينا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية، ومن ثم أنه راح يكون هنالك حقيقة لابد في الدستور يعني انه مجالس المحافظات يجب ان تكون الجهه الرقابيه على اداء السلطه التنفيذيه في المحافظه، هذا لابد من عنده. لكن انه تحديد موعد، هنالك انتخابات لكن بالتحديد ننتظر قرارات القضاء. نتمنى على الاخوه رؤساء الكتل السياسيه مراجعه هذا القانون باعتبار أنه اليوم تنطي مساحة أوسع لنشاط أوسع لحركة أوسع لأعضاء مجلس محافظة يتحرك ضمن دائرته الانتخابية وليس على مستوى المحافظة. طيب أنت كنائب، هل لديكم كتلة تدعمون مرشح معين مثلا؟ يعني بالوقت الحالي أكيد إحنا عندنا توجه أنه يعني اليوم، لكن إحنا نبقى أنه مع الكتل السياسية اللي أنه اضافتها او صبغتها استقلالية وصبغتها بصرية، وبالتالي اعتقد انه الكتلة السياسية اللي انه تمثل طموحات محافظة البصرة راح نكون منسجمين معها. اما انه اليوم نتوجه الى كتل سياسية تقاد من قبل القادة السياسيين في بغداد، اعتقد هذا بعيد. وراح نبقى انه وان كنا في كتل سياسية
راح نبقى نحافظ على استقلاليتنا وضمن تحالف مع هذه الكتلة لا أكثر ولا أقل. نعم.